لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قرار جديد لوزارة الصحة بشأن تلقيح. قرار جديد من الحكومة المغربية ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة 9 مساء. أعلنت وزارة الصحة مساء يوم الاثنين أنها ستشرع في التواصل بشأن الحصيلة اليومية لعملية التلقيح بشكل يومي انطلاقا من يوم الاثنين فاتح فبراير ابتداء من الساعة 6 مساء، وذلك في إطار الخطة التواصلية لوزارة الصحة المتعلقة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد. وبحسب ما كشفت عنه الوزارة في بلاغ لها فإنه سيتم نشر هذه الحصيلة ضمن النشرة اليومية لنتائج رصد الوباء لكوفيد 19 على البوابة الرسمية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب www.covidmaroc.ma، وكذا البوابة الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح www.lqahcorona.ma، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية لوزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية يوم الخميس 28 يناير 2021، وذلك بهدف تحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي وبالتالي تقليص نسبة تفشي الفيروس في أفق القضاء على حالات الإصابة وكذا الوفيات الناتجة عنها وتأمين العودة التدريجية للحياة العادية. وشددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية من ارتداء الكمامة بشكل سليم واحترام التباعد الجسدية والحرص على النظافة العامة، وذلك قبل وخلال وبعد عملية تلقيح ضد الفيروس. قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 2 فبراير 2021 على الساعة 9 ليلاً. وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يأتي كذلك بتبع لتوصية اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. نشكركم على حسن المتابعة.